السلام عليكم مشاهدينا مرة تانية، ولعل المتابع في كل وسائل التواصل أو عبر حتى الإعلام سواء المقروء أو المسموع يتابع الآن الدور الحكومي الكبير ودور الجهات المسؤولة أيضا في محاربة المخدرات، خاصة مع انتشارها الكثيف وتحديدا مخدر الآيس. يسرنا جدا في هذه الفقرة أن تكون ضيفة علينا اليوم الدكتورة آفاق محمد بابكر، اختصاصي علم النفس الجنائي. دكتورة آفاق حبابي. عليكم السلام أستاذ إكرام، مساء الخير. حياك. ومساء الخير على المشاهدين الكرام، وأتمنى تكون إطلالة مفيدة وخفيفة عليهم إن شاء الله. دكتورة، يمكن تابعنا يعني مدى اهتمام سواء كان الجهات الحكومية أو الجهات بمختلف مسمياتها بما يحدث الآن في المجتمع من مشاكل كثيرة، خاصة انتشار ظاهرة المخدرات ولعل أكثرها مخدر الآيس. عرفينا أولا عنه. بالضبط كده. طبعا إحنا يعني أي زول مهتم بمستقبل أمة حيكون متأسف جدا لأنه يقول ده موضوع الساعة، لأنه حقيقي كون إنه يكون موضوع الساعة لمجتمع إنه كيف يكافح المخدرات، عشان المخدرات بقت منتشرة انتشار كثيف وملحوظ، فدي حاجة مؤسفة جدا، بتأسف أي زول يعني همه بناء وطن. لأنه المخدرات للأسف هي مشكلة بتغزو الشباب اللي هي الفئة المنتظر منها بناء هذا الوطن. إذا رجعنا للبداية وبدينا يعني شنو هي المخدرات، المخدرات طبعا من حيث نشأتها بتتقسم لاثنين، مخدرات طبيعية ومخدرات اصطناعية. مخدرات طبيعية اللي هي الحاجات اللي ممكن تتلاقي في الطبيعة بشكل ذاته، زي ممكن نقول زي الحشيش، البنجو، الإفيون، اللي هي دي نباتات موجودة في الطبيعة. عندنا الموضوع الأخطر والأصعب، المخدرات الصناعية. ليه بنقول الأخطر والأصعب؟ لأن هي أكثر من مادة مركبة في ظروف غير مهيئة أبداً لتركيب كيميائي آمن. فبالتالي ظروف تركيبة والمواد اللي بتدخل في تركيبة بتكون فيها خصائص سمية عالية. فيعني إحنا غير تأثير المادة المخدرة الأساسي بتكون في مشاكل تانية عندها علاقة بظروف التركيب ذاتها. فالمخدرات المصنعة للأسف بيكون تأثيره أقوى، تأثيره مدمر أكتر من جرعات بسيطة. فده كله موضوع، وموضوع الآيس ده طبعاً موضوع تاني خالص، لأنه موضوع الآيس ده مشكلته إنه هو، والسبب أنا بفتكر إنه هو سبب في إنه هو بيجي في متناول يد الناس، سهولة تركيبه. هو المكون الأساسي لمخدر الآيس مادة اسمها الميثامفيتامينات. المادة دي مع مداخلات معينة وتركيبات معينة هي بتكون لنا الآيس في شكله البلوري المعروف. بفتكر إنه كل الناس يعني وسائل الإعلام شغالة في إنها عرضته والناس شافته، اللي هو الشكل البلوري. فمخدر معروض على الشاشة بالضبط كده. فمخدر الآيس المشكلة الكبيرة كمان فيه إنه هو أنت عرضة للإدمان من استعمال واحد، من أول مرة. من أول مرة. فهي دي المشكلة. يعني إحنا عندنا في الإدمان بنقول في مراحل، مرحلة التجربة، في التعود اللي هي آخر حاجة مرحلة الاعتمادية اللي بتدخل لي الجسم في حالة اعتماد كامل على المادة المخدرة. أما دكتورة آفاق، يعني نتحدث عن المخدر تحديداً الآيس، يعني من أين جاء انتشاره، خاصة أنك يعني اختصاصية في علم النفس الجنائي. أكيد في الجنايات تابعتم مصادره ومن أين أحضروه، أو من يعني من أين يدخل إلينا في السودان تحديدا. طيب، هو طبعا بداية اكتشاف الآيس كان مع نهايات الحرب العالمية الثانية، فتم اكتشافه في آسيا. هو طبعا لأنه ذا تأثير منشط للمخ، فهو تم اكتشافه عشان يدوه للجنود عشان يزيدوا يقظتهم ونشاطهم أثناء الحرب. بعد ذاك انتشر في أمريكا وفي أوروبا، لكن زي ما قلت لك قبل، هو بقت مشكلته إنه أي زول يتعرف على التركيبة الكيميائية للآيس، للأسف الناس اللي أنا بقول يعني منعدمين الضمير ممكن يجوا هنا في أي معمل بسيط غير خاضع لرقابة يتعمل يتصنع الآيس. فدي بقت مشكلته إنه أي معمل زول جهز له معمل وعرف التركيبة الكيميائية للآيس هو بيقدر يصنعه، فعشان كده بيقى الحصول عليه سهل، في حين إنه فعلياً ما رخيص، سعره لكن ما رخيص. تصنيعه بنسب معينة قد يسبب السمية، قد يكون لأنه العمل غير علمي، غير علمي، والبيئة ذاتها ما بيئة معملية بالصورة البروفيشنال كمعمل. فبالتالي ظروف التصنيع مشكلة، والمواد اللي بتدخل في التصنيع هي ذاتها مشكلة. نعم.
طيب دكتورة، يمكن تحدثتي عن جانب مهم جدا، التصنيع ويعني ما يقوم به المروجين له يعني، لكن كيف بنعرف إنه في طالب أو طالبة أو حتى شاب أو شابة بدأوا يدمنوا مخدر الآيس إذا كان من البداية، أو حتى كيف بنعرف إنه ده مدمن آيس؟ طيب عندنا نقطتين مهمات في الموضوع بتاع إدمان الشباب للآيس. عندنا حاجة اسمها الرقابة الأسرية. أنا طبعاً دائماً يعني أنا ما بقول برمي الحمل كله على الأسرة، لكن أنا بفتكر إنه الأسرة هي الأساس. إحنا عندنا أول حاجة الرقابة الأسرية. يعني أنت لما تقولي لي أنا أعرف كيف المراهق اللي عندي، للأسف إنه أنا بقول المراهق، يعني إحنا طول الوقت كنا بنتكلم عن مكافحة إدمان الشباب، فاست إحنا بيجينا بنكافح إدمان المراهقين للأسف. فأنا المراهق اللي عندي في البيت ده، أنا لما أقول لازم أكون ملاحظة أي تغيير فيه، أنا فعلياً بكون قاصدة أي تغيير فيه. ساعة نوم اختلفت، شهية اختلفت، سلوك مع الناس في البيت تغير، نوم بقى مضطرب، أداء دراسي اختلف، أي سلوك قريب، أي تغيير في جسم المراهق أنا لازم أكون أوير ليه. أنا لازم أكون كير كوالدين في البيت رغاب 24 ساعة. عندنا نقطة تانية المهمة، الخواء الفكري. الخواء الفكري والفترات الطويلة ممكن يقعد المراهق براو، دي مشكلة حقيقة. يعني أنا كوني إنه أنا المراهق اللي عندي في البيت ما يكون عنده حاجة شاغلة تفكيره وخلي فكره فاضي، أي زول حيقدر يدخل له من أسهل مدخل. بنلاحظ انه دائما يعني الشباب بيكون عندهم او 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 حتى المراهقين يعني في فتره المراهقه بيكون في تمرد، انه ما تتابعوني انا لسه ما صغير. يعني نصيحتك انت للاسر شنو؟ طيب في الناحيه دي يعني تحديدا. طيب انا اصلا يعني متحيزه خالص للمراهقين، عشان فتره المراهقه دي فتره خاصه. هي اي انت سلوك تقول يعني مثلا من يقول لي المراهق متمرد، انت لو فهمت المراهق يتمرد ليه انت ما حتلومه على تمرده، اكيد بل بالعكس. فتره المراهقه فتره بتاع التغييرات هرمونيه، بتعمل حقيقه بتعمل اضطرابات نفسيه. لو ما تعاملنا مع فتره المراهقه بصوره صحيحه بتبقى مشاكل طول الحياه، ما الادمان بس، بتبقى مشاكل تانية كثيره. ففتره المراهقه بالذات بتحتاج من الام والابو وعي. وانا من هنا بقول اقروا عن المراهقه، شوفوا التغييرات اللي بتمر بجسم المراهق اللي بتخليه يعمل السلوك المعين اللي انت رافضه في البيت. دي نقطة. النقطة الثانية، لازم احنا نسمع للمراهق. يعني انا لما اقول انت تكون رغبتك على المراهق، ابدا ما بقول تابعه. لا، انت لازم تسمع انت لما تسمع للمراهق وتتكلم معاه. وللاسف احنا الحياة شغلتنا، والام والابو يعني بيجوا مشغولين بحاجات كثيرة. ما يعني ما حاظلم واقول زي ما كل الناس بيقولوا والله الامهات بيجوا فاضيات، ما حاقول كده، لا بقول شغلتهم. طيب دكتورة، نحن عندنا هنا في الشاشة الأعراض اللي بتظهر على تعاطي مخدر الآيس، إذا أمكن ممكن. طيب عندنا طبعا مخدر الآيس أول ما يأثر في الجسم بيأثر لي في الأسنان وشكل الأسنان واللثة، بتحدث تقرحات في اللثة وتسوس في الأسنان لحد ما تبتدي لي الأسنان تقع. فدي أول التأثيرات. جحوظ العينين والهزال في الصحة، يعني بتحس إنه زول ده هو ياهو مستوى أكله لكن الصحة دي ماشي نازلة بالضبط كده. سرعة الاستثارة والانفعال دي حاجة مهمة جدا. الزول اللي بتعاطى مخدر الآيس سهل الاستثارة جدا، وممكن ينفعل من أبسط الحاجات الممكن إحنا نشوفها عادية. بيبقى عنده إحساس دائما بإنه أنا شجاع وبقدر أواجه أي شيء. يعني حتى بتلقاه انه في مواقف خطره زي ما بنقول احنا في الدارج متصدر ليها دائما، بحس انه انا بقدر على اي شيء وانا اكبر من اي حاجه وانا ما بحس بالخطر. طيب في رايك انه ليه انتشرت في بصفه يعني شديده كده او مستمره في الفتره الاخيره دي تحديدا؟ لكن زمان ما كنا بنسمع انه في آيس، بالعكس بنسمع البنجو بنسمع الحشيش. ليه في الفتره الاخيره دي بقى انتشاره كبير، بل الان كمان سمعنا انها منتشرة في المدارس، مدارس الأساس وسط الطلاب صغار السن. بالضبط كده. برضو حارجع تاني لنقطة، ما عايزة أعصر على الأسر، أنا برجع وبقول الأسرة. مش أنا ما بقول تفكك أسري، لكن بعد الأسر من إن هي تزرع القيم الصحيحة وتوري أطفالها من
يعني من صغر، يعني احنا اذا بنقول الخمس سنين الاولى هي اللي بتحدد لي شخصيه الانسان اللي قدام، بتخليه هو نفسيا هش عرضه، لانه هو اي حاجه تتعرض عليه اتسكي انا حامشي معاه ولا حاجيف اقول لا ده مضر صح ولا غلط. مساحات اللي بنفتحها مع اطفالنا في البيت منهم اطفال، هل البيت مجال امن لانه الطفل يتكلم عن اي شيء؟ عشان بعدين لما يلاقي صاحبه او المروج برا ويعرض عليه هو حيجي يحكي لي ولا لا؟ لازم انا اطمن انه طفلي المجال الامن بالنسبه له هو البيت، ما صدر الصديق عشان ما يتلقفوا، لانه فعليا المروجين بقوا اقرانهم، لانه تجار المخدرات هم دي سياستهم، بقت سياستهم انه انا لازم المتعاطي ده يبقى لي مروج، انا استدرج لهم انه يتعاطى عشان يبقى لي مروج لاقرانه للجنبه لاصحابه للمعاو. وده طبعا طريقه سهله أكيد. انا الحاجه لما تجيني من صديقي او زول في عمري ما زي لما تجيني من الزول الكبير. فبرجع وبقول الاسر، ما حاظلم الاسر واقول براء، الدوله كلها المفروض يكون عندها وقفه، لا مهم لازم الاسره، لكن الاساس الاسره. نعم أكيد. الاساس الاسره أكيد. الاسره محتاجه تفرد مساحات زياده لاحتضان اطفالهم. طيب في تاثير نفسي وفي تاثير اجتماعي لتعاطي الايس بالنسبه للمراهق او الشاب او حتى الشابه، لانه يعني كما بنتابع دائما في المواقع او حتى في الصحف انه ظاهره انتشار الايس ما بين الشباب والشابات بقت في نسب متساويه. طيب انا لما اجي اقول انه مخدر الايس او عموما المخدر هي ماده بتاثر دايركتلي على المراكز العصبيه، يبقى معناه طوالي انا هنا ترجمت تاثير النفسي. طيب المراكز العصبيه يعني شنو؟ يعني كل النواقل العصبيه اللي بتنقل لي الرسائل لكل اجهزه الجسم بما فيها ردود افعالنا. يعني لما نجي اقول ردود افعالي ده معناه وضع النفسي. المخدرات او مخدر الايس او المخدرات عموما تاثير النفسي بتمثل لي في القلق الدايم. انا دايما بلقى متعاطي المخدرات طول الوقت حاسس بقلق وتوتر. قبل قلت سرعة الاستثارة والانفعال، ودي مشكلة كبيرة جدا سرعة الاستثارة، لأن سرعة الاستثارة دي زي ما بقوله بتجيب لي سلوكيات كثيرة وراء. بعدين مخدر الآيس تحديدا عنده غير زيادة النشاط، عندنا زيادة الغدرة الجنسية وزيادة دي كلها تجلب وراها المشاكل، دي كلها هي باعتبارها باب لمشاكل تانية كثيرة سلوكية هل حتأدي لي بعد ذلك للمشاكل الاجتماعية الممكن تصل من المشاكل مع الأسرة والاعتداء، لو كان لفظي لو كان جسد لحد القتل للأسف. لا حول ولا قوة، للأسف لحد القتل، لأنه زي ما قلت لك هو بدي المتعاطي إحساس بالعظمة أو إحساس إنه أي حاجة قدامي أنا قادر عليها. نعم. طيب دكتورة، يمكن اتكلمنا كثير عن الآيس وعن التعاطي وكذا، لكن عايزين ندي برضو أمل إذا كان العلاج وكيف نتعامل مع الأعراض الانسحابية، وهل يمكن علاجه حتى نضع الأمل للناس، لأنه أنا بسمع كثير بيقول لك إنه اللي بيتعود على الآيس تحديداً ما حيقدر يتخلى عنه وكذا، هل في إمكانية إنه الناس تتعالج ويكون في أعراض انسحابية؟ طيب هي طبعاً الأعراض الانسحابية واردة، لأنه طبعاً المادة المخدرة دي بتسبب للجسم حالة بتاعت اعتماد. اعتماد يعني شنو؟ يعني الجسم ما بيقدر يقوم بوظائفه الحيوية بدون وجوده، فبالتالي عدم وجوده تحديدا لو كان بتوقف فجأة ده بيعمل أعراض انسحابية مشكلة جدا ممكن تصل للوفاة. عشان كده إحنا اكتشفنا أو عرفنا أو اتأكدنا إنه أو شكينا إنه الزول اللي عندنا ده ممكن يكون متعاطي بتاع آيس، أصلا كونيننا نقفل جوا أوضة ونقفل الباب بالمفتاح محل لازم ناخذ جهات الاختصاص. انا ما بقول ما ممكن العلاج، لكن طول ما انه احنا قادرين نكافح، وزي ما احنا شفنا اصلا مبادرات على مستوى الدوله وراس الدوله لمكافحته، لانه فعليا طريق العوده حيكون صعب، فبالتالي الناس بتقوم دائما اجراءاتها تكون احترازيه او قبليه للادمان. انا ما بقول علاجه مستحيل طالما في الاراده، و50% احنا بنشوف الناس اللي بيجيبوه للعلاج بيجيبوه مهلهم، ودي للأسف يعني أنا مش بقول لك ما منها فايدة، لكن دي يعني بمجرد حتى لو يتعالج طول ما إنه هو زول ما ماخذ قرار العلاج بنفسه، دي في حد ذاتها أمل كبير للعودة أو الانتكاسة زي ما إحنا بنقول. فبالتالي هو ممكن علاجه، لكن إحنا
الأسهل لنا والأحسن لنا والأضمن لنا إننا نكافح الرغبة وتتضافر الجهود. يعني أنا من هنا بناشد كل مؤسسات الدولة سواء كانت متمثلة في جهات إنفاذ قانون، وزارة الشباب والرياضة، وزارة رعاية اجتماعية، أسر، إعلام، منظمات سواء كانت وطنية، منظمات حكومية، غير حكومية، كل الجهود تتضافر كل ما يليه، وبخصه الناس تعمل جاهدة لمكافحة انتشار المخدرات بين الشباب والمراهقين. نعم. طيب دكتورة، قبل أن نختم هذا اللقاء، يعني رسالة توجهيها للأسر وللطلاب وللطالبات في هذا الجانب، يعني باعتباره من أخطر ما يواجه المجتمع السوداني الآن. طيب، أول حاجة أرسل لأحبابي المراهقين. أنا طبعاً يعني عندي دائماً إحساس بتاع عطف خاص تجاههم، يعني لأنه بحس بهم أنهم مظلومين. أكيد. لأنه إحنا شوية في مجتمعنا عندنا مشكلة في ثقافة التعامل مع المراهق، في إنه أنت طفل ولا زول كبير، فإحنا ذاتنا بيخطوا في حتة بتاعت منازعة. أوقات أنت بقيت كبير لازم تتحمل المسؤولية، وأوقات أسكت أنت لطفل. فهو إحنا بنشارك صراحة ذاتنا في الكونفليكت. فأنا بقول لهم أنتوا مهمين، أنت مهم عشان أنت، عشان حقيقي إحنا والوطن مستنيين منك كثير. أكيد. بجد أنت مهم. لا، ما في زول يقول لك أنت ما منك فايدة ولا أنتوا حتعملوا شنو. لا، أنتوا حتعملوا وحتعملوا الكثير، وقادرين تغيروا العالم إن شاء الله. أنتوا قادرين تغيروا العالم. ورسالتي تاني برضو للأسر، بعول وبقول لهم نفرد مساحة. برضو ما حأقبل وأقول، أنا دائما ما بحب الكلام السلبي، ما حقول والله الأمة شغالة بأولاده، ولا حقول الأب انشغل عن أولاده، دي ظروف خطتهم في الحتة دي. أنا بقول لكم أفردوا مساحات بتاعة أمان في المنزل لأولادكم، خلوهم يحسوا دائما إنه المنزل أمان، أمان في إنه أنا أقول العايز وأتونس العايز بدون ما ألقى عقاب، بدون ألقى ناس تسمعني. دي الرسالة اللي أنا برسلها للأسر، وإن شاء الله لو الناس يعني وعت بالنقطة دي أنا متأكدة تماما حيكون في فريق. شكرا لك يا دكتورة آفاق محمد بابكر، اختصاصي علم النفس الجنائي، كنت ضيفة عزيزة علينا اليوم في إفادات مهمة جدا تفيدنا وتفيد المجتمع السوداني بصفة عامة. شكرا لك.